بعده من الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقا إيش من الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقا بخسوف القمر كبث الآن في الوقت الحالي بالصحف والإذاعة نعم فيرى أنه يكتفى بالصلاة الجامعة كي يقبل الناس من خشوع تقرب الله سبحانه وتعالى. تقول من الناس من يرى أنه لا ينبغي الإخبار بالكسوف قبل مسبقا. طيب ومن الناس يعني يقول لي يعني ما رأيك اسمه من الناس انت شايف من للتبعيد البعض الاخر انا سمعت من شخص او شخصين لكن انت تقول بعض الناس انا اريد الطرف الثاني عجلاته من الناس. على كل حال الذي نرى انه لا ينبغي الاخبار عن الكسوف قبل وقوعه لانه يزيل هيبته ويسلب الخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى الناس الان إذا قرب وقت الكسوف تجدهم يخرجون إلى الشارع ينظرونه كسب ولا لا كأنما يتراءون هلال العيد. وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. أفهمت؟ فالذي نرى أنه لا يخبر إذا جاء بدون خبر صار أهيب. إذا لم يدل الناس عنه إلا بالنداء بالصلاة الجامعة يكون له قيمة ورهبة. لكن هذا من البلاء الذي ابتلى به المسلمون اليوم.